بداية، ما الذي يفسر هذه الانتعاش القوية في الصادرات الفلاحية المغربية نحو الخارج؟ أولا شكرا على الاستضافة، وكنشكر ميدي أن تي في على المواكبة ديال هذه القطاع الفلاحي واللي كنعرفوها ديما معنا في القطاع هذا. الصادرات المغرب كيف عرفتوا خرجنا واحد لاكريت ديال الكوفيد، وهذا لاكريت ديال الكوفيد كانت وقعت واحد انعكاس كثير على الطلب على المنتوجات كلها، ومجموعة من المنتجات حتى المنتجات الغذائية كلها حتى يوقع في هذا المشكل. إذا بعد ما دزنا هذه الفترة هذه لابد غادي يكون واحد الانطلاقة ديال الاستهلاك، كانت انطلاقة مهمة جدا. وهذه النقطة الأولى، أن الطلب على الاستهلاك ديال المواد الغذائية ككل والمواد المغربية بخصوص. والنقطة الثانية وهي أن الصادرات المغربية، المصدر المغربي ولا كيبحث على أسواق أخرى، وأسواق أخرى جديدة اللي عطاو واحد الانتعاش كبير للفلاحة ديالنا والفلاحة الصناعية ديالنا. بعض الأسواق منها على سبيل المثال السوق الأمريكي اللي كيزيد الطلب ديالو كيزيد أكثر، والسوق الإفريقية، لان لحد الان كنا عندنا المنتوجات ديالنا كان عندها جوج اسواق، عندها الكلاسيكي، عندها الاوروبيه والروسيه بعض المنتوجات بحال الحواميض. اليوم وقع هاد ديفيرسيفيكاسيون بغينا نقولها، تنويع ديال الاسواق. ملي كتنوع الاسواق كيوقع الطلب، وكيكون ما كتبقاش في يد واحد مجموعه في اوروبا ولا في ديك، كتولي واحد الطلب، وهذا الشيء بدينا نحسوا به. وإن شاء الله غادي يكون مصطلح مهم جدا في هاد جوج ديال الأسواق الجديدة، هي أمريكا وإفريقيا.